السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بكورس الأخلاق الطبية. معنا اليوم ضيف مميز. أول شيء ببدأ برحب بأخينا الدكتور باسل طراب، أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة هارفارد بجامعة بوسطن. كيف أخينا باسل؟ يا هلا يا هلا طلال، شو أخبارك؟ اليوم عنوان حلقتنا هو الفيوتايل كير والتيرمينال إلنس بالبلمونري ميديسن، في الأمراض الصدرية اللي هو أهم جزء بأمراض العناية المركزة. نستضيف لكم ضيف مميز، أنا عزيز على قلبي وغالي، الدكتور محمد علي العظم. دكتور محمد علي العظم من الأطباء المخضرمين، ما شاء الله له باع طويل بممارسة الطب. هو من خريجين جامعة دمشق بالعام 1984، بعدها عمل دراسات بدمشق، يعني بدأ اختصاصه بالشام، بعدين انتقل لأمريكا، أنهى طب الداخلية وطب العناية المركزة وطب الأمراض الصدري وطب أمراض النوم حتى سليب ميديسن. بعدها مارس طب العناية المركزة بأمريكا وطب الصدر بأمريكا حوالي 7 أو 8 سنوات. بعام 2007 نزل على السعودية، بدأ بمشفى الملك مدينة الملك فهد الطبية بالدمام، عفوا بالرياض، كان رئيس قسم العناية المركزة فيها، قعد فيها حوالي 5 سنوات، بعدين انتقل للدمام، كان رئيس قسم العناية المركزة بمشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. أنا بهديك الوقت أنا كنت محظوظ أني بدأت العمل معه بهذاك الوقت بحوالي 2012، اشتغلت معه حوالي 6 سنوات، هو بقي بالسعودية 2020 تقريبا، بعدها رجع لأمريكا، وحاليا هو عم يتابع بطب أمراض الصدر وأمراض العناية المركزة. مرحب فيك دكتور علي. شكرا اخي طلال، شكرا جزيلا، والشكر ايضا موصول للاخ باسل وللزملاء المتابعين ان شاء الله. طبعا بحب نوه مره ثانيه انه الدكتور علي كونه رغم انه كان يمارس الاخلاقيات الطبيه كونه بحكمه طبيب عنايه مركزه، فهذا كان جزء من عملنا اليومي كاطباء عنايه جميعا. هو كان ايضا منبر بالايثكس كوميتي وبلجنه الاخلاقيات الطبيه بامريكا وبالدمام وبالرياض، فما شاء الله يعني اكسبوجر لمجموعه كبيره من المرضى من اعراق مختلفه ومن دول مختلفه. حتى لو انا فيني احكي عن السعوديه، ربما مرضى الدمام نوعا ما مختلفين عن مرضى الرياض، حقيقه من مدينه لمدينه بيختلف. دكتور علي ما كان منقطع عن الممارسه بسوريا، هو بدا التخصص بسوريا، وخلال زياراته المتكرره لسوريا كان يستشار، انا بعرف يعني هذا الشيء من علاقتي الطويله معه، يستشار بمرضى كثير، فهو تالي على اطلاع جيد وربما تابع ولو جزئيا لمرضى موجودين بسوريا. دكتور علي، موضوعنا اليوم هو عن الفيوتايل كير، او خليني اقول التيرمينال إلنس بطب الامراض الصدريه، اللي هو جزء يعني ربما افضل من يتكلم عليه طبيب عنايه مع تخصص الامراض الصدريه هو حضرتك ما شاء الله. فنبدا بشو هو اكثر شيء بيخطر على بالك لما بنحكي عن مريض تيرمينال، اللي هو مثلا اللي ربما المتابعين، خلينا نحكي عن السي او بي دي. حقيقه مرضى السي او بي دي متى ممكن نعتبرهم تيرمينال، انه هذا مرض نهائي وبالتالي ما لازم كثير نتعذب او ما لازم كثير يعني لازم نحد العلاج تبعه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أمراض العناية المركزة، أي أمراض الصدرية بحد ذاتها، معظمها المزمن منها معظمها تنتهي بما يسمى بالإند ستيج كوروناري ديزيز، أي الحالات النهائية للمرض إياه. ويأتي على قمة هذه الأمراض السي أو بي دي، أو المرض الانسدادي، القصف الانسدادي المزمن، الناجم بشكل أو بآخر عن التدخين، وفي بعض الحالات عن بعض تغير الانزيمات. الموضوع ما فيه يترقى هذا المرض، المرض لا يبقى كما هو، يعني لا يمكن أن نعطي أدوية من ثم ينتهي هذا المرض. هدفنا كأطباء عناية مركزة أو أمراض صدرية نحد من تطور وتدهور الحالة المرضية عند المريض بالعلاجات المتاحة، وبنفس الوقت بأن نقوم بتعديل حياة الإنسان الشخصية من التدخين، يتوقف عن التدخين وغيره. المشكلة في ترقي هذه الحالات، رغم العلاجات المميزة المتوفرة حاليا، يستمر هذا التدهور بحالة المريض لأسباب متعددة، منها عائد المريض نفسه إذا عنده أمراض ثانية متراكبة مع السي أو بي دي، كمثال على ذلك مريض عنده التهاب مفاصل سواني روماتويد ومؤثر جدا على الرئه، او انه قد يكون المريض لاسباب تتعلق بالبيئه، يعني الانفيرمنتال افكت على الديزيز نفسه. كما نعرف نحن الرئه هي جهاز مفتوح على العالم الخارجي، مفتوح على الاتموسفير، فكل شيء يتعلق بالمحيط يؤثر على الرئه. قد يكون اسباب ايضا لهذا الترقي في الحاله اسباب وراثيه عائليه،
وما إلى ذلك، إضافة للعامل الشخصي مثل ما حكينا عامل الشخص يعني انه المريض التدخين. عم يستمر بالتدخين، صحيح ولا انا نعم غلطان؟ انت للأسف. شفت نعم مريض حاطينه على نيزل كان على الاكسجين او عنده قنية وعم يدخن؟ أنا انا ما شفته، شفته بس شخصي. ما شفته بأمريكا، بس شفته في أماكن أخرى. للأسف حتى المريض في أمريكا اللي على أكسجين في منهم ما يزالون يدخنون، بس وعدوني إنه بيقيموا الأكسجين حرصا على لانه الريسك. للاسف قد تنتهي بحروق خطيره. باسل انت متخيل شو معناته واحد يدخن وجنبه الاكسجين؟ يعني كانك عم يعني شو بيسموه هي الاكسجين الحرق يعني اللحام. فانت متخيل انه اذا صار حرق لا سمح الله بيساوي حرق وتشوه منيح بالوجه حقيقه. طيب دكتور علي، هدول المرضى علاقتهم بالعنايه علاقه يعني صراحه، طبيب العنايه لما يسمع انه في سي او بي دي جايين وبده عنايه الواحد بيستعيذ بالله صراحه. ليش نحن شو كطبيب عنايه حضرتك، شو هو الشيء اللي بيخطر على بالك لما بيجيك مريض هو بحاجه للعنايه المركزه بسبب انه عنده تفاقم حاد لمرضى السي او بي دي؟ شو هو اول شغله اللي بتحاول تتجنبها خلينا نقول، او شو هو اللي التوازن اللي بتحطه بعقلك بين مصلحه المريض وبين اللونج تيرم اوتكم خلينا نقول؟ الأول شيء كطبيب صدرية علي أن أشرح للمريض عندما يكون في الوضع السوي، صح على متقدمة لكن وضع السوي، جاي لعندي على الأوفيس على العيادة، أبحث معه وضعه الصحي من A to Z، وأعطيه السلبيات والإيجابيات والإمكانيات المتاحة لحتى نأخر الحالات لما تصل، حتى لا تصل الى حاله الحاله النهائيه نعم مركزة. الى المركزه وغيرها. ففي امريكا المرضى بيقول لك انه انا ما حاترك التدخين، اتم هيك، ولو صار معي هيك ما بدي تعملوا لي كذا وكذا وكذا، يعني بما معناه لا يحتاج ما يعمل انتوبيشن تنبيب، ولا انه نعمل له ريسيتيشن. هذول ممكن يكونوا موقعين على مثل افيديفيت، يعني مثل وكاله انه لا تعمل هالشيء، والاهل تبعه بيكونوا موجودين. يعني انا ما بحكي مع المريض بحد ذاته الا ما تكون معه عائلته او بزوجته، يعني نكست اوف كين، تعرف، لانه الموضوع هون حساس، ما بنحب ننشر معلومات عن المريض. هلا اذا بدي اقارن هذا بما علي نحن في سوريا من خلال ممارستي هناك، المريض آخر واحد يعرف عنه، اللي حواليه العائلة تبعه هي بتعرف عن المريض أكثر ما يعرف المريض عن حاله، لأنه كانوا يترجوني الأهل، يا دكتور الله يخليك لا تقول له شنو، ما بدنا يكون معه هذاك المرض، يعني سرطان أو حالة ميؤوس منها، هذا بيأثر على نفسيته. يعني المؤسف إنه تنزل أنت لعند البقالة اللي جنب البيت، بيقول لك دكتور شو أخبار مريضنا؟ سمعنا صحيح معه هيك. صحيح، المريض ما بيعرف يا أخي، المريض ما بيعرف عن الحارة كلها حالته، بتعرف ولكن كل والعيلة أهل كلها القرارة بتعرف، بيعرفوا، صحيح كل العائلة بيعرفوا. فبالتالي أنت كيف بدك تقارب هذا المريض وتقول له يا أخي أنت معك كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا حنسوي لك هيك، فهي فيها صعوبة. هلا عندنا في أمريكا محلولة بالأدفانس دايركتيفز، يعني الترتيبات المبكرة، بوقع الورقه، فنحن بنعرف، بنحط بالريكورد تبع المريض، وبالتالي بيجي المريض على العنايه على الامرجنسي روم وكذا، بيقول انه هذا نو كول، يعني المريض وبالتالي هو بنفسه قرر عن حاله، هو بعده بكامل ارادته ووعيه اني انا شو بدي خيارات علاجيه مستقبلا، سواء بدي جهاز تنفس صناعي وما بدي، هو عارف شو المخاطر وشو الضروره وكل هالامور هذه. فاني انتقل لك باسل. مبدئيا باسل، انت لما بيجيك مريض على العنايه على العياده وعم يقول انا بدي ادخن وهذا الشيء نحن نعرف انه فيه ضرر، نقدر نعمل شيء يا باسل؟ انت بس بتنصحه، بس ما فيك تعمل اي شيء تاني، يعني انه اي شيء تاني بدك تعمله رح يعتبر مثل نوع من المعاقبة. بس خلينا فأنت بدك نضربني تحترم ساعات. احترام إرادته رغم طبعا إنه إرادته خاطئة صراحة 100% هو نعم عميق نعم نعم بحاله. طيب أنا لازم أثبت هذا الشيء بالفايل، لازم أكتب إني أنا ناقشته وعملت له طبعا 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 كونسلينج وكذا وكذا طبعا ولا لا؟ طبعا طبعا يعني لازم احترمت لازم رغبته. تثبت هذا الشيء. نعم لازم تثبت هذا الشيء. هلا هو مثال تدخين مثال واضح وملفت للنظر، ولكن فيك تقارب الموضوع، فيك تقارنه باشياء تانية، مثل مريض سكري عم ياكل كربوهيدرات كثيره، يعني صحيح نفس الشيء، صحيح يعني صحيح كمان صحيح انت بتنصحه وبتحكي معه، ولكن هي ارادته، فما فيك تعاقبه على هذا الشيء. يعني انت دائما بتجيه بالنصح، دائما بتجيه بالمعاوده، انه لا يا اخي حاول تغير حاول تغير، وانت بتشرح له الاضرار وبتشرح له
شو ممكن، شو راح يصير معه وشو انت متوقع يصير معه من ورا هذا الشيء، ولكن انت بنهاية الامر انت طبيب، ما انك عايش معه بالبيت وشايل عصاية وراه وبصير وما هلا بصير دكتور يعني. علي ذكر الادفانس دايركتيف اللي هي الوصيه، اني انا بوصي عن حالي شو بده يصير فيني مستقبلا يعني، وانا واعي بعدني، وهذا هو ربما افضل شيء ممكن واحد يوصل له الانسان. الادفانس دايركتيف هي مستند طبي وممكن يؤخذ فيه تماما، ولا في عليه نقاش اخلاقي؟ هو مستند قانوني اكثر منه طبي، ولكن يوضع في سجل المريض. هلا هون بالولايات المتحده اكثر شيء نحن بنحطه وبنخلي الشخص المسؤول عنه هو البي سي بي، البرايمري كير فيزيشن، طبيب الرعايه الاساسيه، لانه هو اكثر واحد على تواصل مع المريض. هلا انا لما بتجيني هيك حالات، يعني لما بيكون في عندك ادفانس دايركتيف بيكون هذا الشيء ممتاز صراحه، لانه خلاص هي رغبه المريض، فما انك مضطر تتعامل مع مثل ما قال الدكتور النكست اوف كين اللي هو الشخص الوصي اللي بعده، او حتى زوجة المريض او اخوه، او ما انك مضطر، لانه خلص نحن هدول هن هدفهم توصيل رغبة المريض. فاذا هو اساسا قايل لك اياها فبكون هذا الوضع ممتاز. هلا المشكلة اللي بتصير انه احيانا هي الادفانس دايركتيف ممكن تكون المريض عاملها من شي 10 او 15 سنة، هاي نقطة، فانت ما بتعرف يا ترى هل هو غير مشاعره رأيه. تغيرت او اراءه تغيرت عن هذا الموضوع. ممكن هو نفسه حتى لو كان في ادفانس دايركتيف مكتوب دخل لعندك على الاي سي يو انت وكل هالورق اللي موقعه، ولكن اجى لعندك وقال لك شيء مخالف له، فانت بتمشي باللي قال لك اياه، يعني صار طيب الورقه خليني طالت أسأل وهو دكتور عم علي، بتحتاج. خليني أسأل دكتور علي، الواحد بحياة عينه قال أنا ما بدي، أنا بتحدى الموت أنا، بس مجرد داء نفسه، مجرد صار معه أعراض، قال لك تعال هون أنا داء نفسي بدي مين يريحني، فشو راح تعمل معه يا دكتور علي؟ حتى لو كان موقع مثل ما قلنا من 5 سنين أو 10 سنين إنه هو ما بده جهاز تنفس صناعي مثلاً. الشخص او المريض اللي يوقع ادفانس دايركتيفز له الحق انه يلغي هذا الامر في اي لحظه من لحظات حياته. وبتعرف حجرجه الموت، وقت واحد بيجي ب اكيوت اكستربيشن اوف سي او بي دي، تقدم حاله الحاده للسي او بي، النفس ما عم يطلع، غازات بتعرف لا كان ثاني اكسيد الكربون عم يطلع ولا عم يكون اكسجين، حاله مخيفه، حاله مخيفه. فكثير منهم بيقول لك وقف، انا بدي كل شيء، ايوه اعملوا بتقدروا عليه. حتى لو كان هل موقع احنا من في قبل، ما بدايه، بقول له انت موقع من قبل. لا 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 لا، حتى لو كان موقع من الاول، لا، حتى اذا اجى، اذا ما كان هو بوعيه، بدنا نسال نحن النكست اوف كين انه هو في اخر ايامه شو كانت رايه بهالموضوع هذا، هل لساته كان مصمم، هل ايوه كان كذا. فاذا قالوا لك والله هو كان مترددا بالموضوع، بس نحن ما صح لنا بنلغي هي، فبدنا تغير البلان. تمام، يعني حتى النكس اوف كين اللي هن الاهل او هن السروجيت ديسيجن ميكر او هن الاشخاص اللي بياخذوا القرار عن المريض لو كان غايب عن وعيه، حتى لو في ادفانس دايركتيف، في وصيه مسبقه وقالوا انه هو غير رايه، فالمفروض انا امشي مع النكس اوف كين، مع السروجيت. مظبوط دكتور علي هيك عم تحكي انت؟ نعم نعم إذا كان المريض لا يستطيع، he is incompetent to make a decision في ذلك الوقت، تعرف اللي بيجي غايب عن وعيه بالفطرة مثلا او بده يروح كوما غايب عن او الوعي متغيب بسبب هايبركابنيا اللي صارت عنده، ما يستطيع إنه ياخذ القرار، فعلينا ناخذ القرار من حتى نأكد هل هو دي إن آر، هل هو لا نعمل له كذا ولا كذا وكذا ولا كذا، ولا صار في تعديل بالموضوع. هي مهمة بالنسبة لنا لأنه بتعرضنا لمشاكل أخلاقية وبتعرضنا لمشاكل قانونية كمان. ما انا هذا سؤالي دكتور باسل، انه احنا بنركز على ادفانس دايركتيف، بس حقيقه في كثير نقاش اخلاقي وقانوني عليها، انه المريض هو بالمكتب بيقرر شيء، بس هو لما بيصير بتوقف ضيق النفس عنده غير رايه، فهل فعلا نحن دائما بنعتمد على ادفانس دايركتيف كاساس للعلاج؟ الادفانس دايركتيف هي طريقه ايصال المريض للمعلومه إلنا، بس اذا هو يعني يقول لك اياها بشكل مباشر تحت اي ظرف من الظروف، طالما هو عنده الكباسيتي، هذا اهم الشيء، طالما هو عنده القدره على اعطائك هذا القرار فانت بتمشي فيه. هلا اذا هو غير قادر على اعطاء الكباسيتي او سماء، يعني تحت اي حاله سواء بشكل دائم او بشكل تم او بشكل مؤقت، فبدها ترجع للادفانس دايركتيف. هلا احنا عاده وين بصير الخلاف لما بصير بالنسبه للادفانس دايركتيف؟ طالما الاهل هن معه بنفس الطريق بنفس السياق تبع ادفانس دايركتيف فوقت الامور تمام. بصير عاده الخلاف اللي احنا عاده بنشوفه لما بيكون عندك الادفانس دايركتيف قايل شيء والمريض غير واعي له يحكي، والاهل قالوا لك شيء مخالف له، هون بدك فوقتها تحلها. احنا هون بنشوف يا ترى هل قرار هذا الاهل فعلا ممثل عن رغبه المريض، وهل نحن في عندنا شك انه هن عم يعملوا هذا الشيء الهم مو له هو، هل في عندنا اي مؤشر او انديكيشن انه هو راح يوافق او راح يخالف رايهم. وكثير قصص منها بتوصل للمحاكم بالاخير، لانه نحن عم نقول لا ده اخي ادفانس دايركتيف المريض حطه من شهر ونحن حكينا معه كذا شخص قال هيك، انتم جايين هلا عم تقولوا هيك، يعني فهون بصير عاده الخلاف، ولكن هاي حالات
ما أنا كتير شائعة يعني، حتى أنها توصل للجنة الأخلاق الطبية هي في منها كتير، بس أنه حتى توصل للمحكمة هي قلب كتير يعني، ولكن بتنشاف موجودة. طيب برجع للدكتور علي، نحن مرضى السي او بي دي بيجونا بالتفاقمات الحادية للمشفى، نتمنى انه ما يوصلوا للعناية المركزة، بس انه في جزء منيح منهم بيوصلوا للعناية المركزة والسبب انه في عندهم قصور تنفسي حاد، حبس للكربون واحيانا نقص اكسجين بسبب ذاتي او غيرها. العلاج بهالحالة انك تعالج السبب مثل ما تعرف دكتور علي، بس كمان العلاج الثاني اللي هو العلاج الاسعافي انك تعطي دعم تنفسي، اللي هو نحن بنحاول قدر الامكان يكون الدعم بالباي باب اللي هو نون انفيزيف، سواء سيباب او باي باب حسب الحالة. بس في كمان بعض المرضى ممكن اللي تضطر تعمل لهم تنفس صناعي او انتوبيشن. ممكن تعمل اضاءه دكتور علي، ليش نحن كاطباء عنايه بنحاول نتجنب الانتوبيشن او التنفس الصناعي الغازي الانفيزيف يعني عند مرضى السي او بي دي؟ ليش هي العق يعني بنحاول القدر نعد للعشره قبل ما نعملها صراحه؟ تمام. مثل ما قلت احنا كعنايه اطباء عنايه مركزه بنحاول نبدا بالنون انفيسيف، اقلها انفيسيف، رد أقل ردان رضيع، أو تمام. اقل رضا، نعم. لعل وعسى يتحسن عندنا الوضع العام. احيانا المريض اللي عنده سي او بي دي مترقي ما حيكون عنده فقط هذا المرض، عنده امراض ثانيه تاثر على الرئه، ديابيتس وغيرها وغيرها. وضع المريض على الفنتيليتر والانتوبيشن بأدرى بإنتانات العناية المركزة، والإنتانات والنومونايتس ناجمة عن الفنتيليتر نفسه، فهذا بزيد نسبة الوفيات أكثر فأكثر. الإنسان بده يموت بنهاية الأمر، ولا موته حق، لكن هذا سوف يتعذب أكثر فأكثر بسبب الإشكالية ما بعد الانتوبيشن. فلذلك إلى حد ما نحن يعني بنوازي بين المحاسن والمساوئ، في موضوع انه نحاول العضلات ناخذ عنده ضعيفة انه بيصير شيله عن الجهاز اصعب بكثير، صحيح؟ هذا هي مرحلة اللي بتيجي بعدها، وضعا على الفنتيليتر لفترة طويلة، يعني بتعرف أنت بتبلش العضلات التنفسية هي تظهر اصلا بعد ضعيفة، اليوم الثالث، بعد اليوم الثالث من الفنتيليتر، على هي ضعيفة الفنتيليتر، صحيح. فحتى ترجع المريض الذي هو هذا حيكون مريض سليم حتى. فكيف إذا المريض كان بالأساس الوضع العضلات التنفسية عنده، الإنفيزيما أخذ كل الصدر، حجاب الحاجز بيكون مسطح، ما في عنها التقبب، هذا يأخذ وقت أكثر مما بما يسمى بالفطم الويننج يعني من الفنتيليتر، يأخذ وقت أكثر. وكل ما زاد الوقت الويننج للمريض اللي عنده اشكال سي او بي دي، ولا عنده الاي بي اف الروماتويد فايبروسيس، ولا غيرها، ولا برونكياكتسيس، هذا يزيد بردن اكثر على السيستم كله. وقد ينتهوا هذول، قد ينتهوا بسبتك شوك، يعني قد لا ينتهوا فقط بالقصور يعني تسوء التنفسي لحد حالتهم، الوفاه. بس صراحة إن ساءت حالتهم سيبتك شوك ربما يكون رحمة للمريض لأنه يكون في سبب ثاني للوفاة. المشكلة هي إنه ما يصير سيبتك شوك، يتحسن ننجح بعلاج ذات الرئة بس عضلات المريض راحت، صحيح؟ يعني شو معنى هذا الكلام؟ طبيا شو معناته؟ هذا معناته صف المريض فان ديبندنت، أيوه صغير تماما على المنفسه الى ما شاء الله، علمه عند ربي. بده يتحول بعد العنايه، بعد ما يستقر وضعه العام في العنايه المركزه، يتحول الى مشافي اخرى بنسميها اللونج تيرم فاسيلتيز، نعمل له تريك وبيتم على الفينت نعمل له وبيتم تراكياستومي وبيج تيوب انبوب المعده. يعني بصير حتى طبيا ما عاد تقدم له شيء، بده اكل ومي مثلا وما عاد عنده دواء لانه ما في التهابات حاليا، وفعلا انه عيش بس حياه يعني اللي ما بيعرفها غير اللي خزن شافها بعينه صراحه، يعني بيكون هو صاحي ومفتح عيونه مثل ما بتعرف بس ما في عضلات، ما في لا عضلات. في إمكانية، لا في إمكانية يتنفس عن ان هيز اون على حاله يعني بدون أجهزة، وبالتالي بيتحول لهالفاسيليتيز هاي. يعني الإحصائيات كم ممكن يقعد لحد على جهاز التنفس بهالحاله؟ قديش شايف؟ طبعا ما شاء الله شايف كثير من هذول النوعين من المرضى، كم ممكن يقعد؟ الحالات اللي شايفها، إذا يعني حاطين لك أسوأ سيناريو ممكن يعني. الميديكير بيقول لك انه مفروض الويننج يصير خلال 70 دايز. هل قعدوا اكثر من 70 دايز؟ يعني قعدوا سنه، شهرين او 3 شهور او 10 ايام تقريبا، بيقعدوا سنوات احيانا، صحيح؟ سنوات طيب وبعدين بينتهوا. وطبعا نحن عم نحكي عن واحد عن مريض بالسبعينات او الثمانينات على جهاز تنفس تريك وبيك تيوب وهو مسطح بسريره وما له بالمستشفى، هو بلونج تيرم فاسيلتي بهدول شو بسموهم بس
طلال، بس اللونج تيرم فاسيلتيز ممكن احنا ما لما توفر عندنا في سوريا في امريكا، يعني هي سب اكيوت، يعني هن عندهم امكانيات ضخمه، عرفت علي كيف؟ بحيث انه بيعملوا فيري جود سانكشن للمريض، ما هذا بدي ريهابيتيشن يوصله انه هو هلا المريض هذا صار بحاجه لسكشن، صار بحاجه لمين يقلبه، بحاجه لمين ينظفه صراحه، بحاجه للبيك تيوب مين يطعميه. فاذا كانت العنايه جيده بحسب الفاسيلتي، انت عم تعمل ما شاء الله مع فاسيلتيز كانت جيده، بس في فاسيلتيز حتى بامريكا صراحه ما بتكون عنايه كما يجب، وربما لو ببلادنا لو الاهل عم يقوموا بهذا الدور ما بيكونوا بروفيشنال، فالمريض ممكن بقى يدخل بمشاكل الكرونيك ثينج اللي هي يعني معاناه، ما حقول انه هي معاناه، صحيح ولا انا غلطان؟ فعلا، معاناة وألم وأغني، ويعني زيادة الألم على المريض، لأنه انا عم تمشي حاول اوصل السكشن بحد الكواليتي اوف ذاته لايف، عم حاول اوصل الكواليتي اوف لايف ممكن تتخيل لهيك نوعيه من الحياه على جهاز التنفس. فانا سؤالي الكواليتي من اوف الاصل دكتور علي، نحن ليش حطينا جهاز التنفس من اصله؟ ممكن نحن يعني الديسكشن بقى هلا اللي حاسالك اياه وبعد اسمع راي باسل، الموضوع اخلاقي انه نحن لو عارفين انه نحن الجهاز يعني صراحه سحب الجهاز بهالحاله كثير منا ما بيتقبل وبيسموه الويدراو. نحن لو منعناه من الاصل للجهاز قلنا بنحط باي باب ومهما كان ما في انتيوبيشن، مين اسهل اخلاقيا او حتى تعاملا بالحياه العمليه؟ انه انا بالاصل اقول ما في انتيوبيشن باي باب وانتيبيوتيك وكذا وكذا، ولا لا ادخل بالدينامي بعد ما عملنا الجهاز والانتيوبيشن تعالوا يا جماعه نسحب الجهاز وجيب الايثكس كوميتي والكلام والشرع والمشايخ وكذا، مين اسهل؟ تختلف هذا الأمر من مكان إلى آخر. نتكلم على أمريكا، لا خلاف من الناحية الطبية القانونية من الوذروينج والهولدينج، أنك تمنع أو تسحب. لكن واجهتنا مشاكل، إذا بتعرف في السعودية لا أحد يرضى أنه تسحب، يعني قد يقتنع معك أنه خلاص بنخليه من دون ما نعمل ما نحط الجهاز الأمور الرابطة الجارحة. في ناس وافقوا بالموضوع، في ناس بس وصلنا بالإيثكس كوميتي انه هل يا جماعه ممكن نحن نوصل لمرحله انه نعمل withdrawing للجهاز؟ كانت معظم الاراء في الـ بال قول لا، لانه الاهل حيكون صعب عليهم انه انت حطيته وبعدين سحبته بعد ربع ساعه او ساعه فنحن كون واحده. الخطاب موجه للاهل بسوريا وربما الزملاء بسوريا والشرق الاوسط عموما، ربما الطبيب لازم يعرف انه نحن ببلادنا صعب الويذدرول حقيقه، فيركز على الويذهولد انه نحن نحاول نمنع الجهاز قدر الامكان اذا بنقدر. طبعا هلا اذا ما بنقدر امر الله، بس يعني اذا بنقدر نحاول نمنع الجهاز. خليني اسمع راي باسل بهالموضوع اخلاقيا، الويذهولد فيرسس ويذدرول، في فرق بيناتهم اخلاقيا؟ نحن ناقشنا هالموضوع من قبل نعم بس حابب نعم اسمع مره ثانيه منك مره ثانيه. هلا تاريخيا كان في فرق صراحة، عم بحكي لك هون على الغرب بشكل عام. تاريخيا كانوا بالبداية مثل حاليا الوضع بالسعودية والدول العربية، انه في فرق كان بيناتهم، انه الناس ممكن تتقبل اكثر انه انت ما تعرض الجهاز ولكن ترفض انه انت تسحبه. حاليا صراحة بعد دراسات كثيرة شافوا انه ما عاد في فرق بهذا الموضوع. هلا في نقطة نحن الأهل كثير مهمة بيتقبلوا اليوم. نوعا ما حسب كلام دكتوري لك، نعم عم شوف بيتقبلوا نعم الويذدرول نعم هون نعم نوعا ما وما عندهم مشكلة، تماما وأنا شايف كثير مرضى صراحة بهالنمط، بس تماما مثل ما ببلادنا قال شوي الدكتور صعبة، علي. ببلادنا شوي صعبة. نعم هلا في نقطة جدا مهمة تضال، انه نحن لازم نكون جدا دقيقين هون، انه نحن مين نحن اللي عم ناخذ القرار؟ نحن الأطباء ما بدنا نعمل هذا الشيء، ولا هي هدف المريض؟ لأنه هو بناء على حكيه أو على رغبة المريض، نحن حتى هون بأمريكا يا بنعرض الأجهزة يا بنسحبها يا لا. بس إذا نحن رغبتنا كأطباء صراحة هذا الشيء مو من حقنا، نحن ما لنا أوصياء عليه للمريض. طيب اسمح لي بالأخير اجاوبك يا باسل، انا كوني ماني شريك، انا لازم اكون محاور. المشكله وين؟ انه انت لحتى المريض ياخذ ديسيجن، هو اسمع كلام الدكتور علي بالموضوع، هو ما عارف شو عواقب النتيجه صراحه. يعني هو انا بقول نعم لك بدي كل العلاجات وما انا فهمان شو هي الحياه اللي عم نحكي عنها، فلازم يكون إذا شارح له تماما المريض انه انت حتوصل نعم لهالمرحله ولاهله مثلا، مزبوط كلامي دكتور علي ولا لا؟ انه المريض بيقول لك انا بدي اعمل كل شيء لابي، كل شيء لامي، او هو المريض نفسه بيقول لك بدي كل شيء، بس هو ما عارف وين حيصير. وانا بعرف مرضى وقرايبيني صراحه قالوا يا ريتنا ما عملنا هذا الشيء، يعني ندموا، لانه هو ما عارف، هو ما طبيب، ما قاعد بالمشفى كل يوم، مزبوط يا دكتور علي؟ كلامك سليم 100%. عادة بشكل عام معظم اللي بيقولوا بيوقعوا دي ان ار او دو نوت انتبيت، هن مرقوا بهالمرحله ونفدوا منها وداؤوا الامرين. فبيقول لك دكتور انا ما بدي اعيد القصه مره ثانيه، يعني عرفت علي كيف؟ اما الشخص اللي ما مرق فيها او الاهل اللي هن تم عندهم العاطفه بيقول لك لا
يعني نحن عم نقول، نحن طرحنا هالفكره على زملائنا في سوريا، انه الموضوع هذا اللي يا دكتور، مره بعد اتصل فيني طبيب احد المشافي اللي مركز، قال يا دكتور العائله عم تقول نعمل كل شيء للمريض، والمريض يعني كان منتهي، فشو بده يكون موقف الطبيب على حاله؟ فما بيقدر يقول له لا، يعني بيعرف انه طبيا المريض وضع سيء جدا الى اخره، فبضطر انه يعمل انتوبيشن، بس كان الانتوبيشن متاخر، بس هاني صار والمريض بعدين توفى. هلا المشكلة دكتور علي انه ربما هذا بيفتح لنا نقاش جديد، اظن حكينا قبل ما نبلش الحلقة، انه انت لما بتقول للمريض للاهل يعني عادة للاهل انا ما بدي اعمل هيك، فرق بما تقول انا هذا اصلا ما له خيار علاج، يعني مثلا دي ان ار دو نوت ريسوسيتيت، انه عدم الانعاش، مقابل لا انه ما بقول انا ما بدي انعش، لانه انعاش اصلا ما له خيار متاح. حكينا بحلقة سابقة اظنك يعني هذا النقاش يعني ياما ناقشه معك انت، دي ان اي ار لا تحاول، هذا اخف منه شوي، والاي ان دي الاو ناتشورال ديث، انا ما بقول للاهل اني والله ما حانعش، وحقول لهم يا جماعة المريض بحاول يحتضر، وهو يعني ما بعرف اذا تضيق اكثر عن الموضوع، شو رايك؟ تعرف هي موضوع الاي ان دي انطرح يعني صار له فتره بالادبيات العنايه المركزه، وحاولنا نحن نطبقه في الدمام بلجنه الاثكس. الموضوع ليس ابن اليوم، موضوع الاي ان دي معروف مئات السنين، معظم اهالينا اجدادنا وين ماتوا يا بكل اخي؟ ماتوا تمام بالبيت، ماتوا بالبيت ما ماتوا بالمستشفى. حتى صح وقت لنا في الدراسات العليا بقول لك يا دكتور الله يخليك، اذا ما منتهي الموضوع خليه يموت بين اهله وناسه، ما بدنا نعذبه اكثر. هاي كلتشر تبع بلادنا، وحتى المشرع ما اذا انت استهلكت كل الاساليب لحتى تنقذ هذا حياه هذا المريض، الاساليب المتاحه لك في المكان الموجود فيه او في المدينه اللي انت موجود فيها. فخلص يعني هذا الموضوع وارد جدا، بس بدك مين يقتنع فيه؟ في بامريكا محل ما عم اشتغل هلا، اذا بعد عن المدينه تطلع شوي للرورال اريا، في ناس بيقول لك خلينا ناخذه على البيت، أو خلينا ناخذه لهلا على البيت. كلتشر موجودة بأمريكا ما شاء نعم، الله. بس بدنا نطاق ضيق، ناخذه على البيت خليه يموت هونيك قدام اهله وكذا. انت بتعرف احنا وقت المريض، مريض عندنا كان يتعب في العنايه المركزه، نطلب من الاهل انه اخي يجيبوا اولاده واحبابه الى اخره، يشوفوا النظره الاخيره، بتعرف كلتشر هون بيهمهم كثير النظره الاخيره. ف هي الموضوع يعني طريقه كمان عرض الموضوع على الاهل او على المريض كمان بده يكون فيها نوع من الحكمه والدماسه، خلينا نسميها. السبب انه انا وفلت بالرياض عملنا كورس على breaking bad news، يعني how جميل to go to the patients or the family وتشرح لهم موضوع الكومفورت كير اللي ما عاد فيه نساوي. اهم شيء بالموضوع هذا تحرص على أن المريض ياخذ كل العلاجات الممكنه ما عدا ما اتفقنا عليه انه ما في انتوبيشن، انه طبعا تتغير الموضوع من دي ان ار لدي ان ار، فهي نفس القصه. والهدف ان يحتفظ المريض بكرامته دينيتي تبعه، ويعامل معاملة إنسان، ويعطى ما يجب أن يعطى له، الهواء والدواء الممكن والماء والعلاج وأنبوب الطعام، هذا الوضع ما بيحتم. فهذول الأمور بتخفف الوطأة على الفاميلي، إنه أنت بعتته دي إن آر معناته لازم يموت، يعني تعرف العقل إنه أنتم عم هملتوه. وللاسف كان في حالات تكون هيك، يحطوه دي ان ار يقول لك هذا مريض دي ان ار. شو يعني دي ان ار؟ يعني خلاص؟ لا، يعني في عندنا شغلات ثانيه لازم تصير للمريض للحفاظ على كرامه المريض، كرامه انسانيه، وهذا مطلوب قانونا قبل ما يكون القانون مطلوب شرعا. تمام ففي ناس بيقتنعوا بهالشيء والاهل بتقبلوا هالشيء. تمام بحب اكد على كلام الدكتور علي، برجع بسمع من باسل انه الدي ان ار هو معناته عدم الانعاش، مظبوط اخينا باسل؟ معناته عدم الانعاش فقط، بس اذا بدك وعدم تقول اني والله الإنعاش وبقيه العلاجات كلها موجوده، هذا المصطلح لازم يكون واضح، فاذا انت بدك تقول ما بدي اعمل انتوبيشن، مظبوط اخينا باسل؟ لازم يكون ذكرت هذا الكلام بالفايل، انه مو بس عدم الانعاش وعدم الانتوبيشن، عدم التنبيب مثلا،
صحيح صحيح، والأهم من هذا كله إنه نحن مثل ما قال الدكتور علي، نحن نرفق هذا الكلام لأهل المريض إنه عدم الإنعاش لا يعني عدم العلاج، لا يعني عدم تقديم مسكنات أو العلاجات أو أي شيء، نحن مضادات بنستمر حيوية بكل مثلا. شيء تماما باستثناء التنبيب والإنعاش التمسيد القلب القلبي. الرئوي. طيب دكتور علي، نحن غطينا السي او بي دي، يعني انا عم حاول، انا ربما هدول عاده المرضى اللي بيكونوا اند ستيج، بيكونوا اللي داخلين طالعين على المشفى مع باي باب ديبندنت مثلا، هن باعمار ال70، فربما ما هو خيار متاح لهم اصلا انك تعمل شيء اضافي غير العلاج السبورتيف. حقيقة ان نحن بنحاول نمنع تلقي المرض اذا كان ببداياته، بس اذا خلص استفحل والرئة تخربت جزء كبير منها، تخرب السي او الكربون ما بقى ينزل، فهذا غالبا يعني والله العلم صار اند ستيج او تيرمينال. شوف، في امراض ثانية بطب امراض الصدر عندكم ممكن نعتبرها تيرمينال، ممكن تصيب اعمار اصغر من هدول المرضى؟ لا ما في شك، يعني ما في شك، بس بنرجع بسيطه للسي او بي دي المترقي. في درجات في الترقي، متى ما وصل لمرحله معينه لازم نفكر بالامور ما بعد العلاجات المتاحه. حتى في مرضى السي او بي دي او الساركويدوسيس هلا على سبيل المثال، قد نضطر يعني بشكل اساسي الانفيزيما. هلا الانفيزيما بعد العلاجات المتوفره الدوائيه او الجراحيه، من عمليات جراحية ممكن تنعمل، قد يضطر الإنسان يصل لمرحلة زرع رئة. وزرع الرئة من الصعوبة بمكان ما متوفر في كل مكان، وليس متوفر حتى في أمريكا وبالتاكيا. بالنسبة للأمراض الثانية اللي هي تحاكي ما تكلم عنه الآن، في عندك مثلا أمراض السيستيك فايبروسيس، التليف الليفي الرئوي الذي التليف الرئوي، رئوي. عفوا عفوا لا بترجمة صعبة، الاي بي اف هي التليف الرئوي، لا لا، السيستيك عم فايبروزي هو نحكي على التليف سيستيك الكيسي. فايبروسيس، الكيس التليف الكيسي هذا مرض الاطفال، هذا صراحة صحيح. اطفال، والان مرض الاطفال ولكن يصيب البنكرياس ويصيب الليفر كما تعرف، وبالتالي هذا ممكن بالعلاجات المتاحه ممكن تكون السرفايفل ريت، طبعا الحياه بيد الله سبحانه وتعالى، تكون افضل، فممكن يتعالوا بهالشيء. لكن هذه العلاجات مش متوفره في كل مكان، غاليه الثمن وصعب الحصول عليها وبدها متاحه. من الامور الثانيه هي اذا انت ذكرت الاي بي اف، وهو عباره عن ايديوباتيك فايبروسيس، اي التليف الرئوي الاساسي من الناحيه التشريحيه المرضيه، اليو اي بي هو. تمام. فهذا عباره عن تليف يبدا بشكل مثل ما بتعرف طلال، بشكل أعمار اول صغيرة. شيء انفلمنت تماما، انفلمنتري كايند اوف رياكشن بنسميها جراند جلاس اوبسيكيشن، بعدين بتطور للفايبروسيس. بس إنه أعمار صغيرة 30 40 أظن، صحيح؟ 30 40 هي عابد تتبع اما لاسباب وراثيه عائليه او لتعرضهم لامور في العمل، مثلا التعرض لبخار معين، للكيميكالز الى اخره، بس عنده تليفات الرئه. احيانا بيكون متسارع جدا، بنشوف حالات متسارعه خلال سنه سنتين ثلاثه بينتهي. هذا الايام بتشخص انت مريض حاله متقدمه بالتليفات الرئويه، السرفايفل ريت لا تتجاوز ال 24 شهر، سنتين. تمام. سنتين، لانه انت عم تشوف التدهور السريع بوظائف الرئه. مثل ما بنعرف ان وظائف الرئه عندما نصل لمرحله معينه من العمر تبلش تنخفض، ينخفض مثلا السعه الحيويه 20 ل 30 سي سي. طبعا كتعليق دكتور علي، سمعت من احد الزملاء او الزوار انه لما انت بتقول للمريض انه 24 شهر، انه انت شو بعرفك بالغيب؟ انت ما عم تحكي عن حد هذا المريض، مظبوط ولا غلط؟ يعني اذا انا تماما اي بي اف ومتقدم، ما حد يقول لي والله معك 24 شهر وبتموت بعده، انت ما بتعرف الغيب صح؟ بس انت تعرف حالات المرضى اللي مرقوا عليك، يعني هذا الكلام لازم يكون واضح، ربما المرضى بيفهمونا غلط احيانا. تماما. ونحن بنقول السرفايفل ريت اللي عم يحكوها هي بناء على احصائيات، نختلف من مكان لاخر يعني، بس بشكل عام. لكن لا نستطيع الا بعد سنتين، انه في ناس عايشين 20 سنه بعد الموت، الغيب مو الموت بإيدك عند ولا ربي، بإيدي. تمام فلا تمام نستطيع ان نقرر متى ساعه الوفاه، لا يقررها الا الله سبحانه وتعالى، بس علينا انه نحط الميت بالصوره من الوضع الى حد. هلا حالات الاي بي اف قد نضطر في نهاية الأمر، رغم العلاجات متوفرة حتى في سوريا، متوفر البريفيدون والأوفيف متوفرين، لكن قد تصل لمرحلة ما يفيدك، لأنه أنت صار ما عم تسرع. تعالج. طلال، إحنا ما عم نعالج، نحن عم نأخر نمنع. دهور الحالة. صحيح ما صحيح في علاج، الشفاء بين الله سبحانه وتعالى، قد يكون شفاء عفوي، ما كان ما بنعالج،
احنا فقط ما ليش ما بنقدر المرض يرجع الرئة سليمة مثل ما كانت لما كان الف ولد مية المريض، لا تماما تماما قد بنوقف ينتهوا تماما. بزراعه، ما عندنا الحل الا بنوصل لزراعه الرئه. طيب وما وزراعة ادراك الرئة ما بأمريكا نفسها هي معضلة، يعني ما عم نحكي عن علاج متوافر كل يوم، يعني مثلا بالسعودية ربما يعني نجيبها السيرة، في مركز لزراعة الرئة، مركز فيصل بس، وبالمنطقة ربما كلها هذا الموجود، ما بعرف إذا في مراكز ثانية. بأمريكا مو كل المدن موجود هذا الشيء صراحة، وحتى لو موجود وقت الانتظار طويل، لأنه مو سهل تحصل على رئة وتاخذها وتزرعها لمريض ثاني، أنت ما عم تتبرع برئتك، عم تاخذها من برينديث، صحيح ولا أنا غلطان؟ صحيح، تختلف كليا عن شغلتك طلال بزراعه تبع الكليه، القلاوي وكذا. لانه سهل الواحد يعطي ابوه او اخوه احد الكليتين، بس ما في مجال تعطي يعطي احد نص الرئتين. تاخذ الرئه يعني فلا بد سؤال. ان يكون كدافرك، يعني مثل ما قلت طيب برندس جميل وجاز. جميل، فهذول الامراض اللي الواحد انت كطبيب، امراض صدريه، يعني ذكرنا نحن امراض الاشياء، ربما نحن ربما امراض الاطفال مختلفه، بس عم نحكي عن امراض البالغين، سي او بي دي مثلا، التليف الرئه، مثلا فرط التوتر الرئوي ذكرناه ربما من حكي كونه خاصه بتخصصك هذا، وهذا الموضوع ربما من اهتماماتك، وانت ما شاء الله كنت جزء من يكتبوا البروتوكولات او الجايد لاينز تبع الجايد لاين بالخليج. ففرط التوتر الرئوي بمراحل معينه كمان بيصير اللايف ستايل تبعه كثير سيئه، بيصير على اكسجين وربما بايبه بمرحله ما اذا بنحطها بايبه، هدول المرضى اصلا بيستفيدوا او لا، بس بيصير الحل هو تبعه زراعه الرئه، بيكون اعراضه سيئه جدا، صحيح؟ كلامك سليم 100%. بالنسبه للبوماي هايبرتنشن بتعرف له اقسام متعدده، فخلينا نركز على البوماي هايبرتنشن الاساسي بنسميه نحن البي اي اتش. يعني هذا مرض لا شفاء منه الا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا شيء المرض فقط بنحاول نخفف من العبء على القلب، لانه متى ما ارتفع الضغط الشريان الرئوي يؤثر على الرايت فانتركل وبيأثر على الهارت وبيأثر على فالادويه متاحه وعم تتحسن هي بتحسن الاستمراريه، لكن في نهايه المطاف قد تروح تضطر تروح على زراعه رئه، واحيانا تروح زراعه رئه وقلب. يعني وهذا الشيء مو سهل وهذا تتوقع صعب يعني تلاقيه ان حتى يتقابل بأمريكا. اثنين سوا حتى في امريكا. فهون بدك تبلش بالعلاجات وتعاني تعاني تقول له للمريض انه الوضع تبعك انت مترقي، الا في حاله من الحالات الدرجات الخمسه وهي حاله السي تيف بنسميها الكرونيك ترومبو امبوليزم، هي ممكن تتعالج ممكن تخفف الأعراض مثلا، تروح مداخل المريض. جراحي، فكرة لا ممكن حكينا يكون فيها باسل، كيور. باسل إنه نحن عم نتعامل مع الرئة، يعني لو نحن عم نحكي مع أعضاء تانية بيساوي صداع مثلا، بتعطي مسكن، ألم، ألم بالبطن مسكن، ممكن العلاج البالياتيف موجود بغير أعضاء صراحة. المشكلة بالرئة إنه هي الأعراض تبعها هي ضيقة النفس، وضيقة النفس الحشرجة، يعني هذا اللي كأنما يصعد صدره في السماء، هو من أسوأ الأعراض المزمنة حقيقة. فيعني حتى نحن بالبالياتيف مثلا بتضطر تعطي أنت شيء يثبط مركز التنفس، المورفينات، صحيح دكتور علي، عشان تخفف من ضيقة النفس، رغم أنه بتعرف أنه أنت إلى آثار اللي هي الدبل التأثير المضاعف، بس اللي حكينا فيه أنه هي عم تعطيه عشان تخفف ضيقة النفس، وبنفس الوقت ممكن يثبط مركز التنفس ويعمل يعني توقف تنفس مثلا لا سمح الله، وهذا الشيء بيصير بالبالياتيف كثير أحيانا. فالشاهد أنه أمراض الرئة خصوصيتها أنه أنت عم تحكي عن اهم الاعضاء اللي الاثار اللي هي الكرونيك تبعها ضيقه النفس لا تحتمل حقيقه، لا تطاق. فالله يعين المرضى، فعلا الله يعين المرضى. في ناس ما بتقدر تقوم على الحمام مثلا، يعني هو قاعد بسريره مثلا، شايف اكيد دكتور عليه الحالات، يعني على الحمام ما قادر يقوم، بده يا يحط الاكسجين، واذا كان على الباي باب يشيله ويحطه. فالكواليتي اوف لايف، انا هذا عم حاول اوصله، الكواليتي اوف لايف في هدول المرضى كثير سيئه حقيقه لما بيكونوا وصلوا للتيرمينال إلنس. طيب انا دكتور علي، اذا بتسمح لي دكتور علي، دكتور باسل، تسمحوا لي انا اقدم لكم حاله، شو رايكم؟ هي ايثيكال ديليما، حتكون مفاجاه لباسل، لانه باسل عايش بامريكا ما شاء الله، وكلنا هلا بامريكا نحن، فهو حيقول لك شو الايثيكال ديليما تبعكم، بس هي من الشرق الاوسط يا باسل، فالديليما تبعها مختلفه تماما. فالحاله هي انا حضرانه شخصيا، والدكتور علي حضران، هو كان كنا عم نشتغل سوا. فخليني ابدا لكم الحاله، انا خليني اعمل شيء، شارك سلايدات، اتاكد انه انتم عم تشوفوا السلايدات تبعي. فعم تشوفوا السلايدات يا جماعه؟ نعم طيب نعم شايفين. شايفينها. فالحاله هي لمريضه عمرها 28 سنه، انا حابدا ب يعني مثل طريقه الافلام، ببدا من السابق، القصه عمرها 10 سنوات بال 2012. فالقصه خليني ارجع ل 2008، هي عمرها 28 سنه، كانت مشخصه ببرونكيوكتاسيس اللي هو التوسع القصبي. فاجت على الطوارئ بهذاك الوقت، عندها تفاقم حاد، فبدها مضادات حيويه او موسعات قصبات اكسجين بهذاك الوقت،
مثل كل مرضى التوسع القصبي بيصير معهم التهابات كل فتره وفتره. ليش صار معها التوسع القصبي بهذاك العمر؟ كان عمره 28 سنه، لما كان صبيه بعمر 12 سنه صار في عنده التهاب رئه فاريسيلا اللي هو الحماقي تبع الفيروس الفاريسيلا، فانتهى بانه خرب الرئه او خرب جزء من الرئه عنده وساوى له التوسع القصبي. فمن وراء هذا التوسع القصبي صارت تجي هنا على المشفى او تجي بهذاك الوقت على المشفى بالتهابات صدر متكرره. فحوالي خلال بعمر من عمر ال 15 سنه مثلا حوالي 6 لـ7 مرات ادمشن او قبول بالمشفى. احد العلاجات المقترحه اللي صارت لها انه عملوا استئصال جزء من الرئه بعمر 15 سنه عشان يشيلوا يخففوا من الالتهاب، مشان المنطقه المخربه بالرئه ما تعود تلتهب مره ثانيه. فباحد المرات مثلا عم تروح وتجي بسبب التهابات في الصدر مثلا بعام 2008 صار معها اعراض جديده، يعني فوق سبحان الله المصائب او الابتلاءات تجي تباعا. فبهذاك الوقت عم تشكي من قلق بانخفاض بالوزن، تعرق ليلي، تعب شديد، تعب مثلا مليز. فالتحاليل صار في عندها فقر دم، وشافوا انه ارتفاع بالاي اس ار اللي هي سرعه التزفت، ارتفاع ال دي اتش، شكوا في عندها ورم مثلا، عملوه طبقي. الطبقي شاف في ليمف نودز بالصدر، في عندها بالليجن بالكبد حوالي 7 سم مثلا. البونز كان في عندها اصابات عظميه متعدده بالاضلاع الصدريه اظن او بالثوراتيك سباين اظن بالفقرات. فاخذوا منها خزعه، هذا الكلام بال 2008، وطلعت الخزعه للاسف ديفيوز بلارسل نون هوجكن ليمفوما. المريضه غير المصايب تبعها طلع عندها نون هوجكن ليمفوما، فبدات على العلاج الكيماوي، اخذت 6 جرعات، وبعام 2009 شفاء تام حسب البيت سكان. هلا طبيبها اللي عم يتابعها عم يقول انه هي صوره من الفايل على فكره مصورها بايدي انا بال 2009، انه هي المريضه بدها زراعه رئه، الرئه عندها مخربه لدرجه انه هي عم تشكي كثير من القبولات المتكرره بالتهابات متكرره للرئه، فنحن لازم نفكر نزرع لها الرئه والانديكيشن موجود. فهذا قرار الطبيب الوقت انه لازم، طبعا هو ما بيزرع، هو بيحولها لمركز زراعه مشان يقيم الحاله. فمركز زراعة رئة متوافر بالسعودية، الكلام من 2009، هو الملك فيصل التخصصي في زراعة رئة. حولوها للزراعة لتقييم الحالة، طبعا مركز الزراعة مثل كل حتى الكلى وكل الأعضاء، نحن بنقيم المريض ونشوف شو وضعه، إنه هل يصلح للزراعة ولا لا. عملوا دراسة لها، لقوا إنه النقي العظم عندها هايبر سيلولر، في عندها فرط خلوية، وفي عندها نسبة أو خطورة نكس عالية للليمفوما بعد الزراعة. زراعة الأعضاء تعني إنك تعطي مثبطات مناعة، ومثبطات مناعة بتنشط الكانسر أو السرطان، وبالتالي بهالحالة إذا زرعت لها الرئة فأنت حكمت عليها بالموت المؤكد. وهذا هو السبب إنه أخذوا القرار إنه لا، ما بنزرع الرئة ولا تصلح لزراعة الرئة. فللأسف المريضة رجعت لمشكلتها الأساسية. فاقم المرض عندها، الحكي ب 2009 صارت بيد باوند، يعني هي ما بتقدر تقوم من سريرها لأنه بدها باي باب، فحطوها على باي باب وتخرجت للبيت على هوم باي باب. خلال الفترة التالية 3 سنوات كانت المريضة تطلع وتدخل على الإسعاف كل شهر، يعني كل شهر تدخل على المشفى مرة، يومين ثلاثة أو أربعة حسب الحالة وحسب شدة الحالة، بتفاقمات حادة للبرونكيوكتازيس. حاليا هي اند ستيج بهذاك الوقت، كرونيك ريسبيراتوري فيل، القصور التنفسي نمط ثاني، هي باي باب، هي مانا قابلة لزراعة الرئة. هي كل القبولات تبعها، إذا بتشوف مثلا كل شهر عندها قبول ومرة منهم على المشفى، ومثلا هي كل القبولات مختلفة كل سنة، يعني لازم تدخل 6 7 مرات، كل شهر أو شهرين لازم تدخل على المشفى. وصار عندها ريلابس للليمفوما بمرحلة معينة، بمرة من المرات جيت بأعراض جديدة عملوا لها بيت سكان فرجع عندها ريلابس، فرجعوها على الكيموثيرابي. الكيموثيرابي بيعمل نيتروبينيا، فأنت متخيل يعني نوعية حياة حقيقة ما كتير يعني جيدة. هلا نحن هذا هون بقى هي نقطة الصفر تبعنا، كنت عم احكي عن الماضي تبعها. الكلام بشهر فبراير 2012 المريضة اجت بتفاقم حاد للقصور التنفسي تبعها، فانحطت على باي باب. ثاني يوم تغير وعيها شوي، طبيب العناية الله يسامحه ما بذكر احد زملائنا، لا انه ما انا غايبة عن وعيها، فما صبر عليها وحط لها جهاز تنفس صناعي. هلا بعد اسبوع تقريبا رجعوها للباي، شالوا الجهاز بتذكر، يعني شلنا الجهاز عنها ورجعوها للباي باب، ولسه ما دا يعني هذا الاستطباب شوي يعني نص نص، ورجعوها للباي باب عسى ولعل انه ترجع تصحى. فكانت لسه بعدها ما نصحي. ثاني يوم الصبح انا كنت مناوي بتذكر، يعني انا كنت بالضبط موجود، المريضه زعلانه فائت الصبح، ونادتني المريضه عليها 7 الصبح مزعوجه جدا، انه ليش عملنا لها تنفس صناعي، ليش حطيناها على جهاز التنفس، انه ليش ما اخذتوا رايي، هيك عم تكتب لي بالورقه بالعربي عم تكتب.
انا اللي لازم تسالوني، ما لازم تسالوا العائله تبعي انه ليش عملت الانتيوبيشن. انا عم تقول به صراحه، انا ما بدي تحطوني على جهاز تنفس صناعي ابدا، ما بدي يكون على جهاز تنفس حتى لو كان هذا الشيء حيؤدي للوفاه. خليني اسمع من باسل هلا قبل ما انتقل للسلايدات اللي بعد. عندك مشكله بهذا القرار؟ اذا قلت لك لي انه شو الديليما هون، مزبوط ولا انا غلطان باسل؟ يعني انت لحد هلا مريضه عم تقول انه ليش عملتوا انتوبيشن، زعلانه ومزعوجه، ويعني كان عم تقول الله يكسر ايديكم شو عملتوا. فلحد هلا انت وحده عم تقول لك انا ما عاد بدي انتوبيشن، انت عندك مشكله بهذا الموضوع؟ تخيل انه في ديليما هون. تماما، هذا لحد حاول هلا اوصلك اياه، انه هذا الشيء بالثقافه الامريكيه كلام بسيط جدا، ما بدي انتوبيشن خلاص، وقع على ورقه ريزيدنت بيوقع عليها وصلى الله بارك. بس في حاله نعم المريضه يا باسل نحن عم نتعامل بحاله مختلفه. البرايمري كير او الام ار بي بنسميه هون، اللي هو الطبيب المسؤول عن حاله المريضه، وهو توقيعه المطلوب لتوقيع الدي ان ار، بدونه ما بيمشي الحال. وبحالتها كان طبيب اورام الله يجزيه خير، رفض قال لا هي ما بوقعها دي ان ار، ما بصير وقعها دي ان ار، ما اذا لسه في عندها فرصه علاج. نعم هلا هون هذا بسموه، مع احترامي للطبيب وانا متاكد انه هو عم يشتغل بناء على العرف الموجود بالكلتشر تبعنا وممكن في له سبب شرعي، ولكن هذا هو تعريف الابويه الطبيه حسب يعني بما بي للقلب تبعه يعني، تمام، فسؤال يا لانه هي باسل رغبه وسؤال تعريفيه الدكتور علي، مضحكه. انه هل لازم نمشي مع رغبه المريضه نوقع دي ان ار ولا لا اوفر رايد، ونقول ان المريضه ما بتعرف ونحن ادرى فيها والام ار بي ادرى ونخليها فول كود؟ فباي طريقين لازم نمشي؟ ودكتور علي نسمع تعليقك كما كنت مشرف على الحاله. كانت حالة فعلا صعبة شوي. رأي المريضة إنه ما ينعمل لها انتوبيشن، وبعد ما صار عندها الاكستيبيشن فطم الفنتيليتر كانت واعية متجاوبة، كانت عندها نوع من الغضب إنه وهي واعية بلا 20 سنة. الكلتشر إنه لازم يكون هلا بأمريكا مثل ما قلت محلول الاسم. هناك كان المشكلة هي مشكلتين، الفيزيشن ومشكلة العائلة. العائلة تتدخل بهكذا موضوع حسب البلد اللي احنا عم نمارس فيها. بالنسبة للطبيب، الطبيب ممكن يصدر أمر من إذا لجنة أنه المريضة لا تريد الانتوبيشن، ممكن يتغير، ممكن ينتقل من الميديكال دايركتور، بيغير هذا الطبيب لطبيب آخر مقتنع بالحالة هي إنه لازم نحافظ على رأي البيشنت. وأنا هذا رأيي بصراحة، إنه البيشنت هي إلى الرأي الأول والأخير بهذا، وليس الطبيب، لأنه فنحن الوضع فعلا مثال الفكره، انه ربما بعد هذا الشيء ما حيشوفه بامريكا ولا حيشوفه بحياته، انه الطبيب يجي عكس رغبه المريض، بس هذا موجود ببلادنا حقيقه. الطبيب لا لا انه لا طلال هي شايفه، بتتعالج، بعطيها كيمو وبعطيها انتوبيشن وشو ما كان، بحط لها بيج تيوب وتريكيوستومي. هو عم بده يعني بتخيل دكتور علي، مرقنا بهالحالات كثير صراحه، وهي حاله انا عم اقدمها، بس انا يعني مرقنا بعشرات الحالات مثلها. صحيح ولا انا غلطان؟ من الناحية الأخلاقية الطبية، من الناحية الشرعية، المريض يرفض العلاج أو يقبل العلاج. يعني ممكن ونحن بنشرح له إنه الحالة كذا وكذا وكذا، وخاصة في أمريكا، فبيحق له المريض يعني إنه أنا ما بيتعالج، ما بدي أوصل للمرحلة اللي فيها عذابات كثيرة، أنا بغنى عنها. يعني ناهيك أن المريضة راحت إجت على الآي سي يو شي 20 مرة خلال تمام، من 2008 ل 2012، ودائما يصير فيها قصص. فرأي الطبيب مع احترامي له أسباب متعددة، المريضة عندها لا يمكن أن يكون لها نعمل لها العلاج الناجح وهو اللونج زراعة ترانسبلانت. ولا ننسى أنه بالبرونكياكتسز يعني توسع القصبات المزمن، قد يضطر الجراح يزرع الرئتين، يعني بده يقيم الرئة الثانية، لأنه الرئة الأولى إذا كانت موجودة بسبب الانتانات اللي فيها التهاب بتساعد، صحيح. وانك تزرع دبل لونج، فمو سهل يعني، بدك تلاقي اللونجز اول، وبالتالي ولا ننسى انه عنده مشكله ثانيه، يعني هي مرحله المشكله، ليمفوما ما في جراح يزرع لك الرئتين او الرئه اذا كان في عنده صدمه ثاني، عنده الهاتشكن لينفوما واللي
يعني ما في مجال. فطبيب الامراض الانكولوجيست لا يستطيع بالادويه تبعه، لانه عم يعطي الادويه ما صار في هجوع، هو صار في البدايه هجوع المرض لكن بعدين صار رجع ارتد المرض نكسر مره صحيح. ثانيه. فاي علاج انت حتاخده وتعطيه للمريضه هيك باسل عم يحتاج يقول بده يكون المريضة، بده قرار المريضة باسل برأيه، حمل الحلامة صح. ونحن هذا اللي هذا اللي قلناه. طيب هلا باسل هذا رأيه، وأنا بعرف ليش باسل هيك قال، بس أنا بدي المشاهدين أو المتابعين ياخذوا نفس الرأي. خليني نتابع بالسلايدات لشوف فيكم شو نوعية الحياة اللي كانت عم تعيشها هي المريضة الله بس يرحمها لأقول توفيق. لك، بس لأقول لك شغلة كمان طلال، حتى هون بأمريكا رغم إنه يعني نحن عم نبتعد عن الأبوية الطبية، ومع هيك بتلاقي كتير أحيان جراحين بيتصلوا فينا بيقول لك إنه يا أخي هذا المريض ممكن إنقاذه، خلينا ندخل نعمل عملية، احكوا لنا مع المريض مشان نقنعه مشان كذا. يعني حتى عندنا هون بأمريكا بتلاقيه موجود هالحكي، يعني مو بس طيب بالشرق الأوسط طيب بلادنا. باسل اسمع اسمع السلايدات القادمه يا دكتور علي مشان تمام اشوف شو نوعيه الحياه. كان مريضه عمرها 29 سنه بهداك الوقت باحد القبولات هاي، وزنها 35 كيلو جرام. متخيلين يا جماعه المرض المزمن الالتهابات من عمر 14 سنه المريضه عم تعاني، من هي عمر 14 سنه عم تدخل على المشفى 6 7 مرات بالسنه، وزنها 35 كيلو. يعني انا بتذكرها مزبوط صراحه. المريضه بيت باوند يعني ما بتقدر تقوم من سريرها بسبب ضيقه النفس بسبب الباي باب، يعني بدها تقوم على الحمام بدها تشيل الباي باب وترجع من الحمام عم تلهت. متخيلين شو معنى هذا الكلام؟ المريضه ديبريس بهذاك الوقت، احد الاطباء شايفها عم بيقول انه هي اكتئاب. يعني انا ماني سوربرايز، ما هي مفاجاه انه المريضه تكتئب بهيك وضع. مريضه ما في شيء اسمه من ما في يعني حياه طبيعيه، ما عندها حياه طبيعيه. الباي باب دكتور علي بيعرف هذا الكلام، الباي باب انت بتحط جهاز عم يضغط هواء على الانف والفم، فاحيانا كثير بيدخل الهواء للمعده، فالمريض بياكل الهواء حرفيا، يعني عذرا من الكلمه بس هيك معناتها، بياكل الهواء بيصير بينتفخ المعده عنده، وهذا الشيء بيساوي له ازعاج، ممكن يصير اقياءات، ممكن يستنشق حقيقه، يعني يمكن الاسبيريشن. فمو شغله سهله انك تحط مريض على باي باب طول عمره. المريضه هون مثلا باحد المرات من القبولات، تفضل باسل اقرا عيد مبارك للمريضه الفلانيه، انا ما حي اسمها مشان البرايفسي. المريضه بتقضي العيد بالمشفى، يعني عم يزايرها الطبيب مناوب عليها عم بيقول عيد مبارك المريضة بالمشفى. المريضة عم تدخل بإنتانات متكررة، فبعد فترة ما عاد المضادات الحيوية تشتغل عندها. هي أحد الزروعات عندها صار عندها سودومونس متعددة المقاومة اسمه الموتي دراج ريزيستنت للكاربابينم اللي هو أقوى المضادات الحيوية بهذاك الوقت، ما عاد في بعده. يعني ربما الكوليستين كان موجود الله اعلم، حتكون مقاومه له بعدين، فما عاد عندك اي خيارات علاجيه لانه الجراثيم من كثر التعرض للمضادات الحيويه صارت كلها مقاومه بالاخير. دكتور علي قبل ما انتقل للسلايد الاخير، قل لي شلون حلينا المشكله مشان انقل للسلايد اللي بعده. الموضوع ما في يعني خيارات المريضه مهمه جدا، هي واحده. اثنين، لا ننسى الكواليتي اوف لايف، مثل ما انت حكيت الكواليتي اوف لايف عند هذه المريضه للاسف صعب جدا، لانه الوضع اللي كانت فيها، الديسيبلين اللي كانت فيها، الوضع الغير مريح، عندها مرضين، عند التوسع القصبات وعند الورم، وعندها كمان الانتان المعند. يعني هذا الانتان المعند بحد ذاته كونترا انديكيشن لزراعه الرئه، هي سبيشيا، هذول اثنين يعني بكونترول ما بيعملوا له الزراعه، رح تنتشر رح تنتشر. فالموضوع ما في انه بالحاله هي انه بتصور انه ناخذ راي المريضه مع وجود الاهل، لانه احنا عايشين في كلتشر، في بلد الكلتشر تبعها مهم جدا، الاب والام او الزوج مثلا اذا كان متزوجه، انه الوضع كذا وكذا وكذا، يعني نتناقش معهم لحتى ما يصير في عينا تبعات أخلاقية ولا تبعات قانونية. ومن ثم ندخل يمكن ناخذ رأي الإيثكس كوميتي as well. طيب باسل انت معانا، انت باسل وظيفتك الاساسيه بالحياه منين بتجيب مصاري؟ انت بيشنت ادفوكيت، يعني هو انت بتاخذ محامي المرضى بمعنى اخر، اذا كان في صوت للمريض. فانت برايك هي المريضه اخذت كل فرصها العلاجيه؟ نحن قصرنا معاها شيء؟ بعد في شيء نحن مانعينه عنا ما اعطيناها اياه؟ هلا هذا صار سؤال طبي، ومن يعني يعني انا بالحكي اللي سلايدات سمعته منا الطب يعني انه طالما نحن ما انت عاد عندنا شيء نقدمه باسل، عرفت شو؟ يعني بعتناها، يعني راحت على مركز زراعه رئه، المضادات الحيويه كلها خلصت من عندنا، نعم فما عاد عندنا نعم شيء نقدمه صراحه. وهي عم تقول انا خلص يا جماعه ما عاد بدي،
وهي يعني عارفه، يبدو انه هي ويل انفورمد انه فعلا ما في شيء، وهي قادره على تحديد الكواليتي اوف لايف تبعها. فلحد هلا صراحه انا ماني شايف خلاف معها، هي الخلاف اكبر هو مع مع الفريق الكالتشر الطبي ومع الاهل. باسل باسل، انت ما بتشوف هذا الشيء في امريكا كالتشر. الفكره هلا هي ميدا ما عم تنتحر على فكره، بالمناسبه ميدا لا صاحيه لا، ما بيناتنا وضغطها طبيعي وعم تحكي، يعني المخلوقه قادره تحكي. الشاهد انه هي ما عم تقول لو تدهورت يا شباب بالله عليكم لا تنطوا فوق صدري تعملوا تمثيل، ما بدي باي باب، ما بدي عفوا انتيوبيشن، بدها باي باب طبعا، موافقه على الباي باب ما بدها. فالمخلوقه عم تقول بس اعملوا لي ليميت للتريتمنت، ما بدي اتعذب اكثر، واظن هذا من حقها صراحه. فهذا اللي صار حقيقه دكتور علي، هذا الميتنج اذا بشوف توقيعك عليه لك هي الختم تبعك، هذا احد زملائنا عم يوثق انه نحن اجتمعنا مع المريضه وبوجود الاهل وبوجود الفريق الطبي، بوجود التمريض، بوجود المعالج الفيزيائي، بوجود كل الفريق الطبي، ما كان قرار شخص واحد. وشرحنا لها للمريضه انه اعاده الانتيوبيشن ري انتيوبيشن ما بدها. المريضه عم تقول صراحه، أنا عم تعبر عن رايها انه انا ما بدي، حتى لو طبعا ما يكفي هذا الكلام، لازم نوثق انه هي عارفه بالمخاطر، حتى لو ادى الى الوفاه بنقولها صراحه انه هو حتى لو ادى الى الوفاه ما بدها هذا الكلام. عرضنا عليها تريكيستومي اللي هو خزع الرغام، عم تقول انا بفكر فيها وهذا حقها طبعا وقتها، وهي عم تقول انه نحن بنكمل بالباي باب حاليا. فهذا الشيء اللي وثقنا. فباسل انت شايف دوكيومنتيشن منيحه ولا لا؟ دكتور علي متذكر هاي التوقيع؟ طبعا متذكر، ومتذكر الماهر اللي كنت عم اعمل له، انا عم ديكتيت لهم الستيتمنت تماما حتى يكون تماما زي فيها لنا من ماهر. نوع من حتى ما يكون في اشكالات قانونيه على ما التريتمنت. هو مرة ثانية بأمريكا، أظنك لو أنت عم تتعامل مع حالة بأمريكا ما بتفكر فيها، حتى لو الدنيا كلها اجتمعت ضد المريضة، المريضة عم تقول ما بدي وهي كومبتنت صحيح، قادرة تاخذ قرارها وما نبي ديبريشن، ما نبي اكتئاب، ما عم تنتحر يعني. فأنت ما بتفكر فيها بالسعودي بأمريكا، بس بالسعودية بسبب الكلتشر حقيقة والمحاماة والقضاء ويطلع لك مين ان والله الاب موجود والام موجوده، كان مضطرين نعمل كل هالحركه، خاصه انه الطبيب المعالج الام ار بي ما رضيان، كان صراحه ما متعود على هذا الشيء بحياته هو للاسف، يعني ما متعود انه مريض يقول ما بدي، صحيح؟ ما كان شيء يوميا بتصير يعني حقيقه. تمام، طيب هي امريكا ما في مشكله بامريكا، بس مثل ما قلت لك الوضع هذا ناخذ بعين الاعتبار الكالتشر اللي انت عم تشتغل بالمكان اللي عم تشتغل فيه. طيب المريضة بشهر وقتها بعد يعني عدة أيام بعد النقاشات وبعد كل هاللي الدوكيومنتيشن والتوثيق، توقعت دي إن آر. المريضة بعدها انتقلت للباليتيف كير، انتقلت للعلاج التلطيفي، طب بقيت على الباي باب، طبعا المريضة على باي باب، وانتقلت للجناح للفلور، حتى شوفوا هي احد الزميلات اللي هي السبيرتشوال ادفايسر اللي هي المعالج الروحي، او يعني مثل الدعم، يعني عم تقول اني انا موجوده، هي مع امها، انا اذا بحاجه لاي دعم انا جاهزه. وهي توقيع الدي ان ار لانه لو احتاجت لنقل للعنايه ما بدنا نقل للعنايه، ما بدنا انعاش قلبي لو صار توقف قلب. حتى طبيب الاورام قال انه ما عاد في علاج كيماوي او شعاعي او جراحي للمرض الحالي، ما عاد في الى اي علاجات. المريضة توفت الله يرحمها بعد شهر تقريبا بالجناح، وهذا قدرنا جميعا كلنا حنموت، بس انا بعتبر ربما هي وفاتها كان باقل المعاناة، اقل معاناة ممكن يتخيلها الواحد بحالها صراحة. الوفاة حتصير على كل الاحوال، عمرها واحد ما حيتغير، بس المعاناة ربما هون خففناها اكثر، السفرنج بنسميه، هذا بنحاول نشرحه للمرضى بهالحالة انه نحن عم نحاول نخفف المعاناة. طبعا الموت مو بايدي ولا بايدك، هو بايد رب العالمين. بالنسبة إلي طلال، أنا صراحة المشكلة الأخلاقية الكبيرة بالكيس هي أو بالحالة هي مو هو الخلاف مع الأهل أو مع المجتمع، طبعا هذا الشيء أنا بقدره وموجود، ولكن بالنسبة إلي المشكلة الأخلاقية الأكبر هو لما عملنا له تنبيب بدون إحنا ما يكون عندنا موافقتها أساسا. يعني إذا إحنا كان في عندنا إنديكيشن أساسا إنه هي ما بدها، وما هيك نببناها. ما كان في انديكيشن يا باسل، هي غايبه عن وعيها والاهل بدهم، فانت ما يعني ما أوكي، بلوم الطبيب إذا صراحه، هيك ما في ما مشكلة بلوم صراحة. الطبيب، بس يعني بنحاول نحن قدر الامكان. المشكله انه نحن هي عم نحاول نحن ليش الجلسه كلها اساسها صراحه نحاول تغيير الكلتشر عند الاطباء، عند الزملاء وعند الاهل، عند الناس، انه لو نحن قاعدين معها بالعياده من قبل وقايله صراحه ما بدي، كنا عرفنا من قبل، مزبوط يا دكتور علي؟ كنا عرفنا، هذا اللي كنا عم نحكيه بدايه الحلقه. بس تعقيبا على الدكتور باسل، الكونسلتنت اللي كان موجود وقت الانتيبيشن، هذا الكونسلتنت اللي كان بالديبارتمنت عندنا، كان قراره سليم لانه المريضه متغيب معيه، فالنن انفيسيف يشكل خطر على حياتها، لا تستطيع ان تحمي مفرزاتها، فبالتالي وهي متغيبه عن الوعي وهايبوكسيك، يعني الاكسجين نازل كذا، فما كان عنده حل الا سكيور ذا اير واي. يعني حتى احيانا نحن مرضى ما بيكون عندهم مشكله بالرئه،
لكن عنده مشكله بالوعي، نعمل له انتبيشن لحمايه الرئه من الاسبيريشن الاستنشاق، وهي خطر جدا، احيانا بيؤدي للوفاه. فالقرار كان قرار سليم، خاصه انه ما عندنا بايدنا وثيقه انه لا تعملوا كذا، لا تعملوا كذا، لا تعملوا كذا. فهي النقطه الاساسيه اللي وقتها وتنطرحت علينا للصحة. كان انا نعم موافق إذا على نعم إذا هيك أبدا ما في مشكلة صراحة، بالعكس بالأخير كمان من حق الطبيب ومن واجبه إنه يعمل هذا الشيء، طالما مثل ما قلتوا إنه ما في عندنا أي إنديكيشن أو أي شيء سبب يخلينا نفكر إنه هي ما بدها. هو ستاندرد اوف كير تعمل انتيوبيشن، لو اني انا بعرفها ما بدها اي الصراحه ما بدها، هون بصير ديليما. كان صار كان موقفه صعب حقيقه لو اجبرها وهي مشان الاهل، وللاسف في اطباء بيعملوا هذا الشيء صراحه للاسف. طيب نحن جاوزنا الساعه، وانا يعني انا بتمنى نقعد اكثر واكثر، انا يعني عندي وقت يعني بس ما اعرف اذا وقتكم بيسمح لكم. خلينا ننهي على هاي الساعه. باسل ابدا معك بكلمه نهائيه وتعقيب عن الحلقه، اذا عندك اي شيء ضيفه او كلام نهائي تعليق على موضوع الامراض الانتهائيه بالرئه، اللي هي مثل ما قلنا للاسف هي بدون رئه الواحد ما بيعيش، ربما بدون كلاوي بيعيش بس بدون رئه ما بيعيش حقيقه. صح، هلا بالنسبة لي صراحة حالات الرئة بتكون من أعقد الحالات، لأنه في عندك يعني أنت محطوط على وقت سريع بدك تاخذ فيه قرار، وعادة لازم تضطر تاخذ قرار خلال دقائق. بالنسبة لي صراحة الحالة اللي أنت طرحتها طلال هي بتأكد إنه نحن الأخلاق الطبية هي مرنة جدا وهي متغيرة بحسب كل مكان وكل زمان وكل شرع وكل شخص. اللي أنا بحب ركز عليه دائما إنه نحن مهما كنا شايفين الصورة صحيحة كأطباء أو حتى كأخلاقيين طبيين، بالنهاية الأمر لازم يكون هو للمريض بعد إعلامه تماما وتعريفه بالعواقب وبالنتائج وبالبدائل وبالأسباب، هي كلها نعطيه معلومات كلها كاملة وهو ياخذ القرار، مو من حقنا نحن نسلبه هذا القرار. أنا هي أكثر نقطة بدي أركز عليها. طيب دكتور علي، انا في نقطه جوز راحت غابت عني ما غطيتها صراحه، فلو نسمع منك تعليقا لانه وقت الحلقه صار ساعه. نحن احيانا نحن بنحاول انه ما نوصل لمرحله الكرونيك فينت اللي هي المنفسه المزمنه، انه المريض خلص من المرض الطبي الحاد، ما عاد عنده ذات رئه موجوده، ما عنده قصور تنفسي بس صار قصور مزمن، الرئه تبعه ما عادت ترجع، مثلا غايب عن وعيه بحاجه تنفس صناعي، في انبوب خزع، وخلص خدوه على البيت، مثلا بيروح على البيت مع منفسه او بيتم بالمشفى وبيكلف الاهل مبالغ طائله، وخاصه ببلادنا بندفع من جيبنا نحن صراحه. في توجيه او تعليق على هدول النوعيه من المرضى حقيقه؟ يعني مره تانية هي معاناه مزمنه لكثير عوائل حقيقه، بيكون غايب عن وعيه وعلى جهاز. صحيح، هي خارج نطاق الامراض الصغريه انت عم تفضل تحكي، بجوز واحد عنده صار ستروك او شيء وصار معه فكان الخزع الرغامه ضروري من اجل كمال الرئه، لانه وبالحاله هي المريض ممكن يطلع عنايه مركزيه. في كثير حالات قرار التعليف انه ودناه على البيت على هوم فنتيليتر، لكن بدك انت السيستم يساعد الاهل، لانه مين يتحمل البردن؟ مين حيتحمل الاعباء؟ الاهل. ولا ننسى انه في مرضى من المرضى يعني بيكون في عنده نوع من بصير عنده ديبريشن. ليش؟ لانه يعني حس حاله انه صار عالي على الاهل، هو صحيح. كان معيل العيله، هو الرجل العيله، هو كان شايل الدنيا كلها، الان هو صفي مسكين حاسس بالضعف لانه صار عالي على بنته او على ابنه او على زوجته الى اخره. فبده يكون هي منظومه فريق عمل كامل متكامل من ناحيه الأطباء النفسية، أطباء النفسية، أطباء الصدرية، والأشخاص اللي بيهتموا بالمريض، يعني المريض مهم جدا بالحالة. وبالتالي يمكن يبقى الإنسان في مثل ما قلنا الهدف الأساسي إنه الإنسان يبقى في مراحله الأخيرة بكل كرامة، يقدم له ما يجب أن يقدم له للأساسيات، إذا عنده التهاب هنا وهناك يعالج، هو اوريدي على تريكاستومي فهو عم يتنفس منها، ويحتاج الى عنايه تمريضيه على مستوى عالي قد لا تكون متوفره بكل دول العالم الا بمناطق محدده. فربما من العدل بهذيك المراحل انه لو نحن نقدم كل العلاجات النون انفيزيف، مضادات حيويه بنقدمها ما عندنا مانع. مثلا عم اعطي راي شخصي، ربما العوائل بعض العوائل ما يعجبون هذا الكلام، اذا كان عزيز عليهم وغالي الشخص اللي هو على جهاز التنفس وهو غايب عن وعيه، ربما انا احط ليمت للعلاج، سقف للعلاج، او ان انا بعطي مضادات حيويه لو صار التهاب جديد، مثلا هو قاعد على كرونيك فين صار له 4 شهور 5 شهور، لو اني التهب وتدهور وضعه حاليا يا جماعه ما حننقله للمشفى لياخذ مضادات، لياخذ دواعم للقلب مثلا، بنعالجه قدر الامكان بالبيت. مثلا ما في الدكتور علي بتوافقني بهذا الراي، بنعالجه قدر الامكان بالبيت، اذا الله كتب له يعيش فهو حيعيش، غير هيك حنكون نحن عم نمد الحياه بالاجهزه الصناعيه وهذا الشيء تعذيب له، فربما يكون الوقت المناسب ننهي يعني
حتى الله ياخذ امانته. بتوافقني بهالكلام دكتور علي؟ ما بعرف اذا كلامك سليم. هو اول شيء انت اساسا انت عامل انتوبيشن على الترياستر، فالرئه مصانه او مريدة تنفس، بما موضوع القلب قلت عليك، ف ودخل التهاب جديد يعني. دخل بالتهاب جديد الى اخره، صار في عنده تسرع في القلب، صار توقف في القلب. يعني ينصح بهذه الحاله كون الكواليتي اوف لايف شبه زيرو يعني بصراحه عند هذا الانسان، والبردن عالي عند المجتمع من الناحيه النفسيه، من الناحيه الفيزيائيه، ومن الناحيه الماليه فاينانشالي، يعني يكون صعب، وصل لمراحل متقدمه. فانا لا ارى ضير انه ينضاف له دونات ريسيتين. طيب دكتور باسل، كلمة الله أخيرة عن يسلمك. هدول المرضى اللي هنا كرونيك فينت، يعني لو حطينا ليميت للعلاج، لأن إحنا ما بنقول معها الكير حنعطيهم العلاج أو العناية، بس بنحط ليميت إنه الانفيزيف تريتمنت حنوقفها بحيث إنه ما نرد نزيد الحلقة المفرغة مرة عناية لداخل عناية لبرا عناية، مظبوط دكتور باسل؟ ككلمة أخيرة هلا الكلمة الأخيرة عفوا منك أنا. هلا فيك تحط هذا الشيء، فيك تعمل هذا الشيء، ولكن ضمن شروط معينه. لازم تحقق، لازم تشوف انت شو هي قدرتك الطبيه، لازم تعرف هل الاجراءات اللي انت هي راح تكون مثلا افكتيف ولا ما افكتيف، اذا راح ينتج عنها هارم ولا لا، اذا هي في لها على الاقل بنفيتس ولا لا. وكلياتها في حال بتصب بهدف المريض عفوا باهداف المريض. اذا هدف المريض اطاله الحياه مثلا، مختلف تماما اذا هدفه انه هو هو المريض يعتبر غايب عن اجراء. وعيه باسل وعم يعاني، انا هي اذا غائب الفكره عن اذا غائب عن يعاني. وعيه بترجع صراحه يعني اذا الاهل غير قادرين كمان على تمثيل رايه، فبترجع للفريق الطبي وقدرته على يعني هي يشوف هذه هل بنسميها العلاجات التيرمينال مناسبه ريفيوتايل ولا كير، لا. لان انا عم قارن الكواليتي مع الكوانتيتي اللي حكينا فيها كثير. آه تمام. طيب يعني هلا اذا فيوتايل كير صراحه الحاله واضحه انه خلص فيوتايل ما فيك تقدمه، يعني خلص ما في داعي. بس يعني مره ثانيه، المنطقه فيوتايل بالمصطلح الطبيه تماما الغربي، فيوتايل بالمصطلح الغربي والمصطلح الإسلامي مرض لا يرجى برؤه، هذا المصطلح الإسلامي. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، سمعت منك أخي باسل، أنا حأعطي الكلمة النهائية للدكتور علي، بس قبل ما أعطيك الكلمة النهائية بحب أخبر الأخوة المتابعين أو المشاهدين أني أنا لما دخلت عناية ب 2012 اشتغلت مع الدكتور علي، كنت وقتها عم على وشك أني عم حضر لأني أطبع الطبعة الثالثة من كتاب الوجيز، بدي أشتغل فيه كنت وقتها، وكنت عم أبحث لجمهة علمية ترعى الكتاب، وللاسف فشلت مع جهتين صراحه، يعني مجموعتين من الاطباء ما كانوا حابين انه يكونوا لهم علاقه بالكتاب. فوقتها كنت يئست ما بدي اشتغل بالموضوع، فوقتها الدكتور علي جزاه الله خير عن شجعني، قال لي شو بدك فيه؟ خلص اشتغل لحالك. وفعلا كان كلامه هو على كلامه، انا وقتها قلت طيب والله مزبوط الحكي، واشتغلت على اساس كلامه على نصيحته، بدات باعداد الطبعه الثالثه اللي هي الطبعه يعني افضل طبعه للكتاب كانت موجوده، وبعدين تطويرات لها. فجزاه الله خيرا، فهو ربما الكلمه الطيبه اثرها يعني ثوابه جميعا للدكتور علي، فجزاك الله خيرا دكتور علي، راح اعطيك كلمه اخيره وان شاء الله يا رب هيك بيكون يعني لقاء اليوم مفيد للناس استمتعت فيه. شكرا يا طلال، الله يجزيك الخير. كمان انت اعطيت لي هالفرصه ان يكون سبب بنشر العلم. وانت ما شاء الله انسان على خلق وطيبه، والحمد لله انه الله اكرمنا واكرمك، انك الكتاب تبعك معروف في كل العالم العربي الان. بنرجع نصائح للاخوه الاطباء الممارسين بالحالات اللي النهائيه للامراض الصدريه او اي مرض، علينا أن نعطي المريض حقه في النقاش، ونشوف الرأي تبعه، ونحدد ماذا يريد في حالات أصبح لا يستطيع أن يأخذ قرار لنفسه في علاجه، وأن يكون هذا الأمر بوجود الأهل. الهدف الأساسي ليس منع العلاج، وإنما الهدف الأساسي المحافظة على الإنسان بكرامته، ونقدم له كل ما يلزم من علاجات نعتقد أنها تفيده، وبحيث انه ما نقوم بالاعمال اللي نحن قايلين انه مثل ما حكينا بالانتوبيشن او بالريسيتيشن، طبعا حسب الحاله، من حاله لحاله بتفرق. فهيك بيكون واحد الطبيب ريح ضميره، والمريض بحد ذاته بيعرف موقعه المرضي وشو الاحتمالات اللي ممكن تصير له. والله ولي التوفيق، والله يجزيك الخير. شكرا لك، وشكرا لاخونا الدكتور باسل، وإن شاء الله هيك نسمع منكم أخبار طيبة. جزاكم الله خيرا جميعا، وان شاء الله يا رب نلتقي ونتابع الكورس اخلاق الطبيه، وان شاء الله بعد في عندنا ضيوف مميزين اكثر واكثر، فتابعوا معنا. السلام عليكم. السلام.